السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم فنزاتي؟ عاملين ايه؟ يا رب ان شاء الله تكونوا بخير. قبل ما نبدأ حكاية النهاردة نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة أنا عندي مين؟ عندي ماما ست الكل، وعندي ماما التانية برضه ست الكل، يعني حماتي ومامتي وشيختي، يعني عشان اخواتنا في المغرب العربي يقولوا عليها ايه؟ شيختي. فانا كل بقى مره ايه اللي بيجي لي ما بقول له انت نفسك تاكل ايه، يعني بحب الناس تقترح عليا عشان موال ايه الاكل ده واي حاجه ومش اي حاجه، لا بحب اللي بيجي يقول لي ايه شمس انا نفسي كده. هم اتفقوا على ان احنا نجيب رنجه، وبرده معزومه عندي اختي الجميله مدام سماح صاحبه قناه الشكمجيه مدام سماح الشوق. فانا جبت بقى رنجه وقلت ايه اظبطها. انا سالتهم قالوا لي ايه احنا عايزين ناكلها يا جماعه، ايه الناس اللي ما تعرفش الرنجه دي مش نيه يا جماعه، دي متدخنه، عشان بس ايه في ناس تقول يا لهوي بتاكلوا السمك ني وبيقرفوا وبتاع. فانا قلت ايه اظبط الدنيا كده وايه ونعيش الدور. انا بحب الرنجه تكون هات يا سوسو سمعي خليكم معانا نطلع البطروخ. انا بحب قوي بطروخ الرنجه، الناس اللي بتحب ايه بطروخ الرنجة مش بترمي. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا البطروخ، بس طبعا يعني في ناس بتحب المرمل في ناس بتحب الناعم. بصوا يعني ما شاء الله كده حاجة ايه حاجة جميلة. بصوا البطروخ قد ايه، في ناس بقى ايه بتحب تاخدها على النار وتسويها، يعني في ناس كتيره تحب تاخدها على النار، مجرد ما بتحطيها على النار بتبص تلاقي ايه الشوكه طلعت لوحدها والريش والقشر بتاعها طلع لوحده، يعني بتبقى بصراحه حلوه مش وحشه. بصوا هي اصلا كمان بتطلع لوحدها يعني، بس انا بحب اظبطها وانضفها علشان خاطر تبقى ايه سهله على طول في الاكل. بصوا يعني بسم الله ما شاء الله اول واحده خلصت هوا اهي. ممكن بقى ايه نخليها، يعني ممكن نطلع القشر خالص ونخليها كده اهي، وممكن نسيبها زي ما هي، يعني اللي بيحب يخليها اهي. اهم حاجة انا وانا بشتريها امبارح من كارفور ما كانش في حد اسأله هي دلعة ولا حدقة ولا ايه، فايه مش عارفة اوي الدنيا ماشية ازاي. بصوا اهي كده اتخلت ما شاء الله اهي. بصوا الفص طلع بالحاجه بتاعته ازاي. في ناس بقى بتبيعها زي ما هي كده، وفي ناس بتبيعها مخليه، يعني ان انت تاخديها مخليه على طول اهي. بصوا خلصت، والناحيه الثانيه برضو نفس النظام اهيت. بسم الله الرحمن الرحيم. لسه بقى نظبط القعده بره واوريكم بقى ايه دلوقتي ماما وحماتي ست الكل ربنا يا رب يبارك في عمرهم. طبعا جو تاني، يعني مش عايزه اقول لكم فرحه الدنيا بتبقى مش سايعاني، وانا الواحد كمان نازل لوحده فبتبقى عقبه شويه طبعا من غير جوزي واولادي ربنا يبارك في عمرهم. لما جاوا بقى دي تعبانه يا روحي ودي تعبانه ومش قادرين يجوا زودوا عليا بقى الحمل، ان انا بحب قوي ان هم يبقوا ملمومين في البيت، يعني بحس كده ان البيت كله خير وبركه. بصوا يا اولاد لا سحر ولا شعوذه، طلعتها اهي بسم الله ما شاء الله جميلة وبألف هنا وشفا. كل ما اسألهم قالوا لي احنا زهقنا من الرز والطبيخ وبتاع، ولسه امبارح يعني واكلين اكلة كده دسمة، فقالوا لي لا اول ما قلت لهم رنجة وفسيخ اتجننوا، يعني اقول لك لا ده احنا كده بقى نفسنا بقى، يعني فرحوا قوي وانا فرحت وقلت يلا وتغيير، لان انا هناك في فرنسا مش بعرف اعمل الموضوع ده كتير، لان الرنجه بتحب ايه الجو يبقى فيه شمس وقعده ولمه وكتير يعني، لكن هنا بقى لما بتبقى موجوده ربنا يبارك فيهم والجو ما شاء الله الحمد لله يعني ربنا يبارك فيه وحلو قوي. بصوا اهيت ايه، انا مش هلاقي بطروح مرمل ولا ايه؟ كله البطروخ الناعم، في ناس بتبقى عارفاها تقول لك بطروخ مرمل وبطروخ ناعم. انت بتحبيها يا سلمى صحيح؟ بحبه اللي هو المرمل، ما بحبش المرمل برضو. ايوه في ناس كتيره هو المرمل احسن.
اه في ناس كتيرة بتحب المربى. بصوا بسم الله، بس كده احسن صح، لما خليتها كده اه احسن. جميل. اه نطلع بقى الريشة بتاعتها دي اهي. لسه بقى الفسيخ بقى، اول ما هنبدأ في الفسيخ بقى اتفرج بقى، يا سلام على الريحة. انا ما بتحبش الفسيخ يا سلمى؟ خالص يا معقولة؟ وحش قوي، ما بحبوش خالص. يا لهوي، حد في الدنيا ما بيحبش الفسيخ؟ ده العشق يا ام، ده العشق اهوت. نبدأ بقى نخليهم كلهم، خليكم بقى معايا، هظبط الدنيا كده واخليهم واظبطهم واوريكم شكلهم، ونطلع بقى ايه نستقبل الحموات الفاتنات. بصوا مامة اشرف سلم عليهم بقى اصحابي كده. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، قول لهم ازيكم عاملين ايه، شوفوا البركه بقى بتاعتنا الجميله دي. ازيكم يا حبايبي، ان شاء الله تكونوا بخير يا رب، واسمع عنكم الخير والطيب ليكم يا رب العالمين. امين يا رب. دخل حرام عليك، انت جايانه جايه انا مصبرهم يعني بقى علشان نفتري بعد كده ونعمل حاجات شمس حلوه. شمس دي مش مرات ابني، لا دي بنتي وحبيبتي. ربنا ما يحرمني، حبيبتي من قلبي، ربنا ما يحرمني. وهي عارفه كده وانا عارفه ان انا بحبها وهي بتحبني من عند الله سبحانه وتعالى. الحمد لله، ربنا يخليها ليا سويتي يخليها ليا ويخليها لجوزها يا رب، ويهدي لها اولادها ربنا يخليكي لينا، ويحببهم في بعض ويحبب الناس كلها فيها. بصوا بقى علشان الفسيخ والرنجه بقى ما شاء الله، عندنا الطيران بقى والحاجات اللي بتطير دي، اللي بتحب الحاجات دي هنطير وهناكل. اه احنا اهم حاجه هنطير وهناكل فسيخ ورنجة مشوية ورنجة محمرة ورنجة مقلية ورنجة نايف ني، وكله كله على كله. هنوريهم بقى عملنا يوم ايه، يوم الرنجة العالمي النهاردة. هنوريهم بقى عملنا ايه كده والدنيا ماشية. يلا يا ست غالية، الله يخليك يلا يا ست غالية يا حبيبتي، ما يحرمني منك يا رب. اوريكم بقى احنا عملنا ايه دلوقتي. القطط اتلمت علينا هنا اهو، الرنجة اهي زي ما انتم شايفين، بسم الله ما شاء الله، والبطروخ بتاعها وبطاطس محمرة وكرفس. فين بقى الفسيخ؟ الفسيخ اهو، الفسيخ وراه. احنا لسه هنطلع كل ده بقى على الترابيزه، يعني لسه ما عشناش الاجواء. ام حبيبتي اهي منوراني اهي، دخلت قالت لي يلا بقى يلا. طبعا العلب بقى والدنيا دي لسه كله ده هنغسله، والسلطه هي جاهزه. هنطلع بقى بره دلوقتي على الترابيزه ونبدا ناكل. احنا خلصنا الفسيخ والرنجه وكل حاجه، وقاعدين مستنيين بقى مدام سماح لما تيجي باذن الله توصل بألف سلامه. يا استنينا بقى عشان هم قالوا لي احنا جوعنا، وانا اتصلت بيها قالت لي خلاص، يعني هي بينا وبينها حوالي 10 دقايق جايه في السكه، وماما يعني برضو قاعده. بصوا شكلها يعني صعب على ماما، قاعده يعني مستنيه مستنيه حته جاعت، خلاص جاعت جاعت يعني، كل هم جاعوا بس خلاص يعني هي تعرف المفروض تجوعوا على فكره علشان خاطر ايه، لما انت تضحك عليا وتاني جبنه تاكل تصبيره. كنت تصبيره، قلت لها لا يا حبيبتي لا عايزه تركب وتروح تجيب من الخاني بتاعها. ماما على فكره اللي عامله الفسيخ يا جماعه بسم الله ما شاء الله، لونه وردي وحاجه كده تشرح القلب، لونه حلو. ماما سوريا برضو كانت كل سنه ليها اكله مخصوص، بس السنه دي طبعا عشان انتوا عارفين ان انا جيت على غفله، فده عامل حسابه، بس بتعمل شويه فسيخ. انا بعمل فسيخ. احكي لنا عن ذكريات اما اخوكوا كده في الكلام على بال ما عشان تنسوا. لا رنجة ما بتتعملش في البيت، لا رنجة ما عملوش. انا الفسيخ بجيبه، السردين بقى بعمل حبة سردين يا ناس، انا بحب السردين بعض. جبت السردين والبسلة انا وعيالي، احنا البسلة دي تلات اربع ايام. البسالي ده في ناس بتاكلها في ساعتها كده، بتدوقها كده جميله قوي، هي كده بتاكلها. وتحصل عليها الليمون والشطه كده بتاكلها، مش مستحمله اصلا، مش مستحمله. لا هي بتبقى حلوه. عملت كانت جبت كيلو بس اكلته انا وواحد صاحبي هنا غلط. اما السردين بقى بعمله وبنشفه بقى، السردين البلدي بينزل
سابني بلدي كده في ال... ما انا اشوفه بقى بالورق الكنانكس او ورق المطبخ. اه قولنا على الطريقه صح علشان ورق الكنانكس او ورق المطبخ. واروح جايبه بقى ملح بشطه وحش بقه ونخشيشه اللي هو السردين. السردين والفسيخ عملت كده وده عملت كده. السردين بترش عليه. لا عملت خفت خفت بترش عليه. كل واحد يقول طريقته. طيب انت طريقتك في الفسيخ؟ لا انا من هنا ومن هنا وخلاص. انا الفسيخ برضو بنشفه بالورق المطبخ واعمل وحشيه ملح بشطه من بقه ونخشيشه وجسمه والبوري وبضره واحط الكيلو في كيس خلف خلال وربطه في كذا كيس وربطه بالورق البلاستيك بالسلوتيب واروح بكياس السمره دي في الاخر واحطه بقى ايه في السجاد بقى بحته تهويه كده. ما شاء الله ما شاء الله. في شمس قويه بيستوي بعد 15 يوم. 15 يوم او شهر. لكن لو برد شهر. لو برد ممكن يقعد شهر. حر يستوي في ساعتها. 15 يوم. بس وطلعه بقى ونضفه ونزله تحت الميه واروح جايبه سكينه بقى فتحها بقى. تقريبا ده رش ده. صوت الرش بيرش. الفسيخه بقى قلبها احمر. ببقى مبسوطه جدا بقى. ده جميل. واكل بقى. اما الفسيخ بقى الرنجه اشتريها من بره. هي رنجة الكل بيشتريها من بره. اصلها بتخش المدخنه. لا مدخنه. بتخش فيها. والمدخنه وليها السردين عامله طرق ما نعرفهاش. لا ولا مصانع. انا عملت التونه. انا جبت السمك التونه. انا خايفه من الصوت بس الصوت اللي بتاع. انا عملت سمك التونه. سمك التون. انا شفت ناس كتير عملته من سمكة المكاريل. المكاريل. اساسا بقى بيبقى فيه مكاريل. مكاريل النظيف. المكاريل على نوعين. في ابيض وفي احمر. في لحم ابيض. خدوا الخبرة يا جماعة. خدوا الخبرة عشان دول خبرة في الحاجات دي. المكاريل اللي بقى اللحم الابيض. اللي هو تعمل بيه التون. وتحطي بقى قرنفل. قرنفل؟ وحبهان. وليمون وعود قرفه وتغلي وتروح حاطه المكاريل فيه. بس هي ايه اللي تغلي؟ الميه وهتحط المكاريل فيها. هتقوم خناقه بقى دلوقتي. طب ما هو بيستوي علشان تفصصه. ايوه يستوي. طبعا لازم يستوي وتفصصيه. تفصصيه وتشيلي منه السلسله بال 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 بالسفه. السفه بيبقى واقف كده من الميه من الميه السخنه. وتروحي جايبه معلقتين بابريكا. سلمون ولا بسيخ؟ لا يا ماما التونه. التونه اللي بتتعمل من مكاريل. التونه. وتجيبي معلقتين بابريكا. بابريكا تحطهم في المطرمان اللي انت هتعملي فيه وتحطي فيه الزيتون وتحط فيه الليمون وتروح حتى زيت. وتروح حتى قطعة السمكاية في قلبيه. مع الزيتون والليمون لا لا مع الليمون بس. الليمون والزيت. بتبقى جميلة قوي كأنك جايبة تونة من برة. ومعلقة شطة كمان. وتطلعيها بقى بعد يومين. تاني يوم تاكلي. بس. وتعمليها بقى بالمايونيز بقى. والليمون وعندك الخس عندك الجزر عندك الخيار. تعمليها سندوتشات تغمسي. انا ما اقطعهاش ابدا. ليه؟ بنحبها. انا ما اعرفش تبقى حلوه. لا ده جميله. انا شفت ناس كتير عاملاها. اسمع ده. شفت ناس كتير عاملاها بتبقى حلوه قوي. اجيب المكرونه الابيض بعمله. دلوقتي يا مدام سماح الجميله شرفتني ونورتني يا جماعه. نورتيني النهارده اول مره نتقابل. بسم الله ما شاء الله ربنا يصلح حالها يا رب ويبارك لها. صاحبه قناه الشكمجيه طبعا كلنا عارفينها.
وادي الرنجه والفسيخ اللي قعدوا يقولوا لي ماما اللي عامله ماما اللي عامله الفسيخ يا جماعه. بصوا بصوا اللون جماله. احلى فسيخ اللي في البيت ده لونه جميل قوي. انا على فكره وانا عيانه كنت هتجنن على حته فسيخ يا عيني. انا اتبسطت انا من امبارح عمال اقول يا رب هي هتعرف تاكل لان انا بكره يعتبر خلاص يعني هفنش الهوامش. فقلت لا بقى يا رب تكون بتحبه وبتاكله طبعا ان شاء الله. احلى اكل عاملاها لنا النهارده. يلا اتفضلوا معانا يا جماعه اتفضلوا معانا هناكل احنا بقى كده الوجبة الفسيخ الجميلة دي ونشوفكم بقى. لا ربنا يستر بقى على امي بقى ما يحصلهاش حاجة. ربنا يستر. اشرف امبارح يقول لي مامتك خلي بالك. قلت له لا هيكشفنا دلوقتي في الفيديو. يلا هنشوفكم بقى واحنا بنشرب الشاي بقى.